مساكينه. طيب مساكينه الله حالها تتعدل، ابيها تتعدل. تعدل، نطالب المرأة تعدل وتزين، لكن في شيء يا اخي جايبت لها 10 عيال، 10 بطون، هده عيلها وتعبت وراح شبابها وراح طال عمرك وتحكحك وتمسمس وتزين زين، وراح وعالج وعطوه ما ادري وش عطوه من الدواء، وهي ضعيفها قعدت على غذاها ضعيف، حمل وميلاد، عظامها فيها شاشه وتعب في رجلها ويديها. لا تعذرب قلب بيض الله وجهس ليالي اسمها مساها، عطها النفقه، عطيت ذي ألف عطها ألف ألف وهكذا. ولذلك الجلوس مع عياله، يعني بعضهم الآن تقول ما هو بيقعد معي، عيالي أفلتوا من يدي، وبعضهم إذا تزوجت ابنه أحفاده لا يجلس معهم دائما، ما يدل للبيت ذاك الصغير، ها البيت الآخر. يا أخوان إذا تنازلت عن الليلة هي ما تنازلت عن الأبوة والزوجية. أحيانا نجي سوالف سوالفات، لو حطنا الوسادة كذا وهو منا وهي منا ويسولفون، فيها خير، فيها ونس، فيها وفاء، فيه ذكرى جميل. ولا بعدنا الوساده ما هو بزين يا شيخ. لا هذا الوفاء بالرجال، الرجال الاشاوس ما ينسون الفضل. الله يقول في كتابه بيض الله وجهك ابو وليد ولا على الحاضرين زول، الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. والرجل الكفو مو هو اللي يذكر العذاريب، لا يظلمهن الا لئيم ولا يغلبن الا كريم. ما غلبت المراه رجلا الا وهو قادر ان ينتصر عليها بكلمه ولا برفعه يد، لكنه كريم ينسى ويبلع واستمتع بها وبها عوج، والعوج في اللسان. وان رايت بغيت تعدلها العوج مثل واحد بيسمكر ضلعانها اللي فوق ذي، رايح للدكتور يقول جبرها خلها على يمين ويسار، هذه ما تجبر، هذه ربي خالقها عوجه اصبر عليها واستمتع. ما قال الرسول عش، قال استمتع وبها عوج. وان ذهبت تريد تقويمها كسرتها وكسرها طلاقها. نعم. الاول يا شيخ الحرمه السبيل الاول هم العيال، لا جت جاء عنده في البيت ولا الدله مزعفره ولا التمر الخضري ولا من هالحلا، هذا مستمر ركب صحه ونشاط وقوه. الثاني اخذها اللي بعدها علاجه ولا حط الحلا وورد وشمعه ويقول لها وش هالاتكيت وش هالتكتكه وش هالزين، اذا جاء من واحد تبغى تحط لي خضري وش هال، وهو والله المستعان مولود في امريكا مولود تحت شجره ولا شيء يعني سوى وين زين هذا وش حسن.